ايوه فايزه. اهلا يا فاطمه يا حبيبتي، ازيك؟ انا تمام الحمد لله. انا كنت بكلمك عشان اعزمك على قعده كده بكره، البنات عاملينها لي بمناسبه عيد ميلادي. مش كبرتي شويه يا فاطمه على الحاجات دي؟ ما انا قلت لهم كده برضه، بس هم قالوا لي لا يا حبيبتي انت لسه صغيره. طبعا حلوه وجميله وتتعكسي. عموما لو بكره تعبانه او مش قادره تيجي خلاص براحتك. لا يا حبيبتي، أنا صحتي بومب وعافية وزي الفل. مش إخواتك جايين؟ كلهم جايين. خلاص أنا كمان جاي. تمام هستناكي. سلام. العيد ميلاد قال فاطمه عامله لي عيد ميلاد، سابت لي العيال الصغيره. طب ما هي لسه صغيره يا فايزه، وبعدين ما تعملي عيد ميلاد انت كمان، ايه اللي حاشك؟ وفين منار وجابر؟ هي عامله عيد ميلاد لينا احنا بس ولا ايه؟ اه ليكوا انتوا بس، وحشتوني. وانت كمان. فين بقيه العيلة؟ دلوقتي يجوا. انا بس كنت عايزه استفرد بيكوا كده في كلمتين لوحدنا. ما تقعدي يا فايزه في وسطنا عشان تبقي شايفانا كلنا كده، ما انت كبرتنا. تعالي. النهارده يوم مميز بالنسبه لي، مش بس عشان عيد ميلادي، عشان عايزه احتفل معاكم بحاجتين مهمين. يا ريت يا فاطمه، نفسنا نفرح والله. اول حاجه، سياده الوزير جالي لحد عندي وطلب مني نكمل جوازات حاتم ومنار. بجد؟ ايه الخبر الحلو ده؟ بنت حلال منار والله ربنا بيحبها. فرحتيني يا فاطمه، عقبال ما ربنا يكبر بخاطر امينه. ما شاء الله الله اكبر، ايه الاخبار الحلوه دي؟ ما تتصوريش الخبر ده عمل فيا ايه. عارفه يا حبيبتي، تاني حاجه بقى، كل واحد فيكم جنبي شنطه مليانه فلوس. انا مفيش شنطه جنبي، نسيتيني ولا ايه؟ معقوله برضو، ما اقدرش انساكي. بس دي فلوس كتيره قوي يا فاطمه، وبعدين ميعاد الشهريه لسه ما جاش. لا ما هي دي مش فلوس الشهريه، دي هديه فايزه اختكم الكبيره ليكم. لا انا كده مش فاهم حاجه. دلوقتي هتفهم كل حاجه. ده شيك بخمسة مليون، ولما تخلص بقيه العقود هديك البالي. طمني بقى، العقود هتخلص امتى؟ لا 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 بالراحة، ما تستعجلنيش. انت فاهمة هتخلص من يوم وليلة ولا ايه؟ دي عقود وبتواريخ قديمة، عايزة وقت. ماشي، بس لازم تخلص قبل تقسيم الورث. قبل تقسيم الورث؟ أستاذ أشرف طلع قصير أكتر من أختكم، ما هنش عليه تاخد فلوسكم. كلمني وحكالي على اللي حصل ورجعلي الفلوس اللي هي اديتها له. أنا قسمتها عليكم، ما خدتش منهم مليم، وهيتخصموا من ورثها. مش نطفي الشمع بقى؟ اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.